كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن ضبط سيارات دون الموديل وتلاعب في تصاريح جمركية بإدخال مواد غذائية وأدوية في جمرك أم قصر وتلاعب في سند عقار في محافظة البصرة. وذكرت الدائرة في بيان أن فريق مدير التحقيق البصرة الذي انتقل إلى جمرك أم قصر الشمالي تمكن بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية من ضبط 12 سيارة دون الموديل ممنوع إدخالها إلى العراق، مبينة أن السيارات تم إخفاها داخل 4 حاويات خلف مواد منزلية، لافتة إلى أن الشخص الذي قام باستيرادها كان يروم إدخالها بصورة غير رسمية، مشددة على أنه تم إفهام المركز الجمركي بعدم التصرف بالمضبوطات لحين صدور قرار قضائي عن محكمة تحقيق البصرة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة. وأضافت أنه في عملية ثانية ظهرت نتائج مطابقة التصاريح الجمركية الخاصة بالمواد الغذائية في جمرك أم قصر الشمالي مع سجلات عدم وجود المواد المثبتة في التصاريح، مما يدل على عدم قيام لجنة الرقابة الغذائية في الجمرك بإجراء الفحص عليها بالرغم من وجود ختم وتواقيع أعضائها على التصاريح الجمركية. كما تم ضبط 3 تصاريح جمركية تعود لأحد المكاتب العلمية خاصة بإدخال أدوية بشرية بموجب إجازات استيراد، لافتة إلى أن الإجراءات تخص مواد أخرى غير الأدوية المستوردة. وتابعت أن فريق المديرية الذي قام بالانتقال إلى مديرية التسجيل العقاري ضبط صورة عن إضبارة عقار تبلغ مساحته 28 دونما بعد أن نظرت نتائج تدقيق المتابعة التي أجراها الفريق وجود تعارض بين تاريخ سند العقار وتاريخ التسوية الخاصة به مع تاريخ صدور جريدة الوقائع العراقية المنشور فيها قرار تسوية العقار. وبينت أن في أحد فروع مصرف الرافدين في المحافظة تم ضبط إضبارة مقترض بمبلغ 30 مليون دينار عراقي بعد قيام المصرف بالتلاعب بأوليات الكفالة الموجودة في الإضبارة واستخدام المستمسكات الشخصية.